السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، ونأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. مفاصل أساسية إن وضعنا اليد عليها أدركنا جزءا من أسباب الخلل الذي بسببه لا تتوقف المآسي عن إيلام الأبرياء. المآسي التي يتلظى بنارها الملايين اليوم هي نتاج لمآس قديمة لم يكن يلتفت إليها أحد بعين الجد، بل كان الجميع يتعايش معها ويحاول أحيانا الالتفاف عليها أو الاستفادة منها. ومن هذه المفاصل الأساسية انعدام المساواة، أو ما يعبر عنها بشكل أدق بعدم تكافؤ الفرص. ندرك أنه انتهاك جسيم وضحاياه لا يكاد يخلو منهم مجال، فالمجتمع وجد نفسه محروما من حقوقه التي يفترض أن تضمنها الدولة، لكن المؤسسات التي كانت تمتلك الإمكانيات ونشأت مسؤولة عن توفير الحقوق كانت هي الحائل الأول بين الناس وبين حقوقهم. فالمشافي نادرة، والمنح العلاجية طرقها ملتوية، والمدارس الحكومية في المدن مزدحمة، وفي القرى مجرد أسماء ومصروفات. ندرك أن هذا حديث ذو شجون، ملايين الضحايا غير المرئيين لعدم تكافؤ الفرص. الانتهاك الذي حرم بسببه الضحايا من حقوقهم في التعليم، فكبرت أجسادهم دون وعي، وتضخمت المجتمعات كما كما لا كيف، وحين اشتعلت النار في الأطراف وجدت مجتمعا من الهشيم سريع الاستجابة للاحتراق. من حرموا من التعليم صاروا ضحايا لخطاب الخداع الذي جندهم لقتل بعضهم البعض، وهي المهنة الوحيدة التي حصلوا عليها. مشاهدين الكرام، الطالب المتميز عبد الرحمن البسيسي حرم أولا من حقه في منحة تعليمية، ثم خطف من سكنه الجامعي، ولا تزال وثائقه الدراسية محتجزة كما لو كانت آثار جريمة. نتابع القصة التي صورها محمد المريسي وأعدها للعرض ودي عطا، ثم نعود. من تحت ركام قديم انبعثت أوهام السلالة لإسقاط الجمهورية. أراد الانقلابيون الانتقام من الجمهورية التي قامت لاجتثاث ثالوث الجهل والمرض والفقر الذي تغلغل إبان الحكم الإمامي القائم على العنصرية والطبقية والتجهيل. وإمعانا في نهج التجهيل، دأب الحوثيون في كل مكان وصلوا إليه على تحويل المدارس إلى متارس. في مسيرتهم الانقلابية نقل الحوثيون الطلاب من أماكنهم في فصول الدراسة إلى أماكن أخرى في الجبهات، وبسبب حروبهم توقفت مئات المدارس عن أداء وظيفتها نتيجة الدمار والخراب، بل لقد تجاوز حقدهم قلاع التعليم إلى المتعلمين. عبد الرحمن البسيسي طالب مجتهد مثابر، تخرج من الثانوية في العام الدراسي 2010-2011 من القسم العلمي بمعدل 93%، واحد من ضحايا مسيرة البغي والعدوان والتجهيل الآثمة. ذنبي الوحيد أنني حاصل على 93.62 وحاصل على منحة دراسية إلى دولة ألمانيا، تم اعتقالنا وتعذيبنا ونهب ممتلكاتنا بتهمة إننا دواعش. الدعوشة تهمة معلبة يتم إطلاقها على أي حر تستهدفه قوى الشر الإنقلابية. بعد أيام من الإنقلاب على الشرعية وإسقاط العاصمة صنعاء، وفي مساء 28 من سبتمبر 2014 اقتحمت مجموعة مسلحة من ميليشيا الحوثي سكن اليمن السعيد الخاص بطلاب الضالع. عبد الرحمن كان أحد ضحايا تلك الهمجية، ورغم مرور سنتين ونصف تقريبا إلا أن التفاصيل لا تزال حاضرة. في الليل الساعة الواحدة من يوم الأحد مساء تم مهاجمة السكن، كونه يعني يصفونه بسكن الدواعش. اعتقلت الميليشيا عبد الرحمن وزملائه الذين وجدتهم في السكن، وحولتهم من طلبة إلى سجناء، وبدلا من الانتقال في المراحل التعليمية صاروا ينتقلون من سجن إلى آخر. تم اقتيادنا إلى معتقلات عديدة،
اعتقلنا إلى بداية إلى مدرسة الحسن في مذبح من الساعة الواحدة ليلا حتى الساعة الواحدة ظهرا، ثم نقلونا بعد ذلك إلى مدرسة الصداقة للبنات في شملان. بعد ذلك تم احتجازنا في تلك المدرسة الصداقة للبنات في شملان خلف مصنع شملان في منطقة شملان، يقذفون بأبشع الكلمات في أننا يدوسون حتى يدوسون كالفئران وإلى غيره. تم تعذيبنا، تعذيب جسدي، تعذيب معنوي. لم يكن الأمر مجرد اقتحام واعتقال فقط، بل تطور ليصبح سطوا على أحلام الطلاب الضحايا. لما تم اعتقالنا من سكن اليمن لسكن طلاب الضالع، كان عددنا 8 طلاب آخرين، منهم من هم حاصلين على بعثات للخارج، أنا أحدهم، وشخص آخر حاصل على بعثة إلى روسيا. تم احتجازنا بمعتقلات عديدة، كما ذكرت بداية شملان، ثم نقلونا إلى همدان، جلس مكتنا 4 أيام، ثم نقلونا 5 أيام إلى عمران، ملعب عمران، نجد عالم من بشر. تم احتجازنا وفصلنا عن البقية. تم التحقيق معنا بأننا دواعش، بأننا ننتمي إلى القاعدة، وأن كوننا ضالعين، ونحن نذهب إلى أبيان ومش عارف إيش، ننتمي مع كبار السياسيين بالدولة أو العسكريين أو الدينيين الذي يتحدثون عنهم، ونحن ليس لنا صلة بهم إطلاقا. عمل الإنقلابيون الطلاب الضحايا معاملة المجرمين، ووصلت المعاناة حدا فاق توقعاتهم. فجأة يفتحوا لنا الباب بعد 12 يوم من الاعتقال، نسألهم عن أدواتنا. فمن الغريب عندما كنا في معتقل همدان، تم نقلنا بسيارة خاصة في الواحدة ظهرا، يرقموننا في جنب مسلحين حوثيين ليس لهم تنسيق، فيتهموننا بأننا عاملين إجرام مش عارف إلى آخر. يتحدث أحدهم أين بطائقنا، نقول لهم أخذوهم بطائقنا، أخذهم المسؤول الأول في صنعاء وأوصلنا إليكم. فمن الغريب أنه ليس من بينهم تنسيق أبدا، ثم كل 5 ساعات يتحدثوننا، يسألون عن أسماءنا ومناطقنا ومن أي محافظة نحن. بكل 5 ساعات جلسنا 4 أيام، بالليل بالصباح بالظهر، كل 5 ساعات يسألون عن أسمائنا. خرجونا وأخذوا علينا بداية كل الوثائق، كل ما نملك. أدرك عبد الرحمن ورفاقه أنهم إنما يدفعون ثمن الموقف القوي لإخوانهم من أبناء الضالع الذي تمثل في دور شبابها في ساحة التغيير بصنعاء لإسقاط النظام الذي ارتكب أكبر المظالم بحق اليمنيين. نحن خرجنا في أيام الثورة الشبابية 2011، خرجنا كشباب ناشطين نرفض العنف، نرفض الظلم، نرفض الاستبداد، نحن مع الوطن، نحن بنيانه. ثمنا لهذا الموقف الوطني المشهود، دفع أحرار الضالع الثمن من حاضرهم ومستقبلهم، ووجدوا أنفسهم وقد نهبت أحلامهم بعد أن سطى المجرمون على كل شيء حتى وثائقهم الدراسية. فأنا الآن لا بلا أوراق ولا شهائد ولا هوية، البطائق والشهائد وجواز السفر وغيرها من الوثائق تم سلبها. أصبحت كأني طالب ابتدائية لا يمتلك أي وثائق، أي شهائد، أي شهادة تدل على أنك خريج ثانوية، أنك حاصل على معدل معين، أو أنك في حاصل على شهادة شهائد عديدة أو خبرة، أو أنك حاصل على شهادة لغة، أو يعني للأسف الشديد أي جهة أنك تذهب إليها تعمل معها فيسألون عن أوراقك. كان عبد الرحمن يتهيأ للانتقال لمرحلة واعدة من النجاح الدراسي،
يرنو لمستقبل قرر أن يصنعه بالعلم والعمل، لكن قراصنة الحوثي قطعوا عليه مسيرة نجاحه. لم يعد هناك يعني مقتصر تماما على سلب الأوراق، فهناك سرقت حلم كبير الذي كنت تتمناه بخدمة الوطن ومساعدة منطقتي ومساعدة هذا الوطن الذي يحلم في شبابه الكثير، وكذلك ببناء هذا الوطن الذي ينشد بأبنائه. يقلب عبد الرحمن ما بقي لديه من وثائق شخصية، فيما لا تزال الوثائق الأهم في عهدة ميليشيا دافعها الجهل وحافزها التخلف. بات مستقبله الذي ينشد بيد من لا يعرف قيمة الحياة فضلا عن تقدير قيمة طلب العلم. ذهبت إلى صنعاء للدراسة، إلى صنعاء لأبحث عن منحة دراسية لأتمكن من مواصلة الدراسية ومواصلة مواكبة العلم. ثم درس اللغة التركية أولا لمدة سنة، ثم بعد ذلك درست اللغة الألمانية. في حينها حصلت على منحة دراسية من بقرار وزاري من وزير التعليم العالي في أنذاك بحكومة باسندوة في سنة 2013، رقم القرار الوزاري للمنحة 724، حين ترتيبي للسفر إلى دولة ألمانيا لأتمكن من مواصلة دراستي في دولة ألمانيا الاتحادية. في تاريخ 3/11 كانت هناك ستجرى مقابلة مع القنصل الألماني في السفارة الألمانية، وترتيب للمقابلة في تاريخ 3/11. قبل موعد المقابلة بشهرين في تاريخ 21/9 كنت ساكن في سكن طلاب الضالع، أنا وطلاب وزملاء وأصدقاء من الضالع، وهذا السكن يختص أبناء الضالع فقط لا غير. فجأة الحوثيين يدخلون السكن بعنجهية وبقوة سلاح بمهاجمة السكن بجميع الأسلحة. سعى عبد الرحمن جاهدا وبذل قصارى جهده بحثا عن وثائقه وأوراقه التي لم يستلمها حتى اللحظة. يتكلمون يقولون يعني خرجوا ووثائقكم بتوصل إلى صنعاء. نحن على الوعود يعني نحن يعني حسب كلامهم واحنا واثقين يعني انه بات وثائقنا بصنعاء وبنشوفها ونحصلها، بس للاسف الشديد كلهم يعني يكذبون علينا ولم يعطونا اي وثائق. وبرغم كل شيء لا يزال لدى الطالب امل في ان تعيد له الحكومة التي يعول عليها شيئا من حقه الطبيعي في تحصيل العلم ومواصلة مشواره التعليمي. عرضت قضية الملف المنحة للكثير بأن احنا اعتقلنا، بأن احنا واقفين عن العمل، ويعني لم نواكب مواصلة العمل مواصلة التعليم. الجهة المسؤولة يعني الجهة المسؤولة في الحكومة اليمنية تهتم فقط بالمجال الحربي، لم تهتم في مجال الطلاب. فنحن نطالب الدولة بأن تستعيد حقوق الطالب، بأن تستعيد حقوقنا كوننا سلبنا حقوقنا، حقوق المنحة ومواصلة الدراسة، وسلبنا المنحة الدراسية سلبت بالقوة. ونريد ونطالب الجهات الرسمية والشرعية بأن تعيد حقوقنا بالقوة. أنا أطالب عبر هذه القناة، قناة بلقيس، بأن يوصل رسالتي إلى الجهات المعنية والجهات المختصة. فقد ضاع حلمي، جزء من حلمي، ليس الأوراق فقط قد ضاعت، وإنما ضاع حلمي بأكمله. إلى جوار عبد الرحمن ثمة طلاب آخرون حرمتهم ظروف الانقلاب والحرب من مواصلة تحصيلهم العلمي، ولديهم من القدرات والذكاء ما لا يجوز إهماله، فعلى مثلهم تعول الأمم، وبهم تتجاوز الشعوب مآزقها، وعلى مثلهم يعتمد العالم في تسيير حركة البشرية وتقدمها. كل الأمم المتقدمة اعتمدت على التعليم، وكلما جاء جيل
كان بتعليم الجيل اللاحق أكثر اهتماما، حتى وصلت المؤسسات التعليمية إلى درجات متقدمة من التطور، وأصبحت الأنظمة التعليمية لوحدها مجالا من مجالات الأبحاث، بينما عمل نظام المخلوع بوعي كامل وإدراك على حرمان الملايين من حقهم في التعليم، وهم أنفسهم صاروا لاحقا جنودا مجندة تأتمر بأمره وتحرق الأخضر واليابس بإشارة منه. وهكذا تحول المجتمع إلى ضحايا وضحايا للضحايا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، ينضم بعده معنا المحامي علي هزازي الناشط الحقوقي والباحث في القانون الدولي، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي عبر الهاتف المحامي علي هزازي الناشط الحقوقي والباحث في القانون الدولي. مرحبا بك سيد علي، وأنت باحث في القانون الدولي، أسست منظمة حقوقية اخترت لها اسم سواسية. ابتداء، هل هناك فرق بين المساواة وبين تكافؤ الفرص؟ أهلا وسهلا بكم جميعا وجميع مشاهدي قناة بلقيس. الحقيقة أنه المساواة مبدأ أو مفهوم عام وشامل يقتضي إزالة كل الفوارق وإذابة كل الحواجز من أي مصدر كانت، لكن مسألة مبدأ تكافؤ الفرص مبدأ منضبط أو مبدأ عادل يحقق معنى العدالة، ولذلك يقال ليس كل مساواة عدل ولا كل تمييز ظلم، ولكن كل عدل هو مساواة. مسألة تكافؤ الفرص هي مسألة يمكن أن تكون في المجال الوظيفي، يمكن تكون في مجال المواطنة المتساوية، يمكن أيضا تكون في مسائل التعليم، يمكن في الفرص ما بين الفتيات والذكور، الفتيات والأولاد، أيضا الذكور والإناث. قضية كبيرة جدا يمكن أن يتحدث عنها الإنسان، يجرنا هذا إلى مسألة المساواة في الإسلام والمساواة في الثقافات الأخرى، سواء الرأسمالية أو الاشتراكية، من منطلق أنه المساواة مبدأ يمكن أن يشكل مشترك إنساني ما بين كل الثقافات والحضارات، مع اختلاف في مسألة التفسيرات ومع اختلاف مسألة النظريات التي تنطلق من مبدأ المساواة، من النظرية الفردية صحيح. التي في النظام الرأسمالي إلى نظرية التشارك أو الاشتراكية إلى مبدأ الشيوعية في الكذا، إلى مبدأ الإسلام الذي ضبطها المساواة في أصل الخلقة والمساواة في أصل الخطاب الشرعي والمساواة في الحكم بين الناس والمساواة في بعض الأحكام الشرعية. بعيدا عن يعني المدارس العديدة التي تناولت مبدأ المساواة وفق رؤاها، نعود إلى واقعنا اليمني، كيف ضمن القانون اليمني مبدأ تكافؤ الفرص؟ القانون اليمني لو تناولنا مثلا الدستور السابق الذي يمكن أن هو لا زال قائم يعني نختلف سابقا، الدستور اليمني اللي صدر بعد في عام 1990 وعدل في 94 و2001 ايضا 2009. نعم، وايضا هذه المواد تعتبر بمثابه مبادئ ثابته حتى في الدستور، مسوده الدستور الجديد نص عليها. نعم، الدستور اليمني نص الماده 24 تكفل الدوله تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتصدر القوانين لتحقيق ذلك. نص مادة صريحة في مسألة تكافؤ الفرص سواء في المجال السياسي أو في المجال الاقتصادي أو في المجال الاجتماعي أو أيضا حتى في المجال الثقافي، ثم أكد على أنه كل القوانين التي تصدر من الجمهورية اليمنية يجب أن تكون متلائمة مع مسألة مبدأ تكافؤ الفرص. أيضا المادة 25 من الدستور تنص أيضا يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون، كما نصت صراحة أيضا المادة 41 في باب الحقوق والحريات، المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق
والواجبات العامة، هذا أيضا القوانين الأخرى اللي هي قانون الخدمة المدنية والقوانين الأخرى المتعلقة بالوظيفة العامة أو المتعلقة بغيرها من المجالات في الجانب سواء الجزائي أو في الجانب الإجرائي، كلها تحقق من الناحية النظرية على أهمية تكافؤ الفرص البسيطة التي لا تقل من شأن أو مسألة المساواة أو تكافؤ الفرص من الناحية النظرية، يعني هي موجودة حقيقة وفق طرحك وفق هذا الطرح أستاذ علي، وفق هذا الطرح ليست فقط موجودة وإنما هي مسيجة بعدد من المواد الواضحة والصريحة سواء دستورية أو ما تلاه من مواد قانونية، لكن كيف ننظر إلى الواقع، واقع هذا الحق، حق تكافؤ الفرص مع يعني هذه النصوص القانونية؟ بلا شك كما قلت لك سابقا أنه النصوص موجودة سواء هنا أيضا هي تطابقت مع القانون الدولي فيما يخص سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صادر في 1948 أو غيرها من الاتفاقيات الدولية، اليمن التي هي جزء من هذه الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية، لكن المشكلة عندنا في اليمن هي مشكلة أخرى، مشكلة تتعلق بمسألة التطبيق، يعني النصوص القانونية في اليمن مكتوبة بطريقة قانونية جميلة جدا، مكتوبة بلغة راقية تتجاوز الواقع المحيط في الدول العربية المحيطة باليمن من ناحية كتابة النصوص، لكن المشكلة عندنا في اليمن هي مشكلة تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع وتطبيقها بشكل سليم، وهذا ما عانت منه الجمهورية اليمنية. ما هو السبب؟ ما هو السبب في هذا الفرق؟ التطبيق الفرق الهائل جداً. ما هو السبب؟ كنت أسألك ما هو السبب يعني بحدوث هذا الفرق الهائل بين النصوص القانونية وبين أداء مؤسسات الدولة المنوط بها حماية هذا الحق؟ هو من السبب الأساسي عدم فرض دولة القانون. نحن للأسف الشديد من الدول السلبية في مجال سيادة القانون، حتى أنه في تقرير البنك الدولي تعطينا بالسالب في مسألة الجانب القانوني، لا نعتبر دولة بالمفهوم القانوني، هناك ازدواج ما بين الدولة وما بين القبيلة أيضا ما بين الولاءات الأخرى مما يحد أمام تكافؤ الفرص، هناك مسألة المحاصصة السياسية أو مراكز القوى التي تفرض معادلتها على وتعطل تطبيق القانون. الحل وفق طرحكم هذا هو استعادة الدولة وهيبة الدولة ومؤسسات الدولة، وبالتالي تطبيق هذه الدولة لكل القوانين الكافلة والضامنة لحقوق المواطنين. المحامي علي هزازي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا انتهى وقت هذه الحلقة، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. عبد الرحمن البسيسي، تم الرصد، في أمان الله.